بتجه إلى الرسالة الأخيرة اللي من رئيس لجنة الميزانيات، وأنا أحد أعضاء هذه اللجنة، وفرصة أن يكون سمو رئيس مجلس الوزراء موجود حتى يسمع ويعرف ماذا يحصل من بعض هذه المسؤولين في الدولة. الهدف من إنشاء صندوق المشروعات هو أن يكون توجيه هذه الأموال إلى أبنائنا الشباب ودعمهم وإيجاد فرص لهم. لكن للأسف المشكلة في الكويت ليست بالقوانين وليست في الأماكن، ولكن في الاختيار العشوائي لبعض هذه المناصب، ومن ضمنهم هذا المدير. أنا ببدي من الرسالة اللي وردت إلى حضرتك. يقول رئيس اللجنة: وناقشت اللجنة موضوع انسحاب فريق الديوان بحضور كل من رئيس ديوان المحاسبة ووزير التجارة، وتخلف عن الحضور رئيس الصندوق لارتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد دون إرسال أي اعتذار. يعني حتى اعتذار ما يرسل إلى المجلس. أنا قبل كم يوم جوني مجموعة من الشباب يشتكون من مدير الصندوق ومن تعسف مدير الصندوق بالتعامل مع فئة الشباب، واتصلت في نفس الوقت ويم الشباب في وزير التجارة، وقلت له: أبي يكون هناك اجتماع بحضورك وحضور مدير الصندوق عشان تسمع. وفعلا استجاب الأخ الوزير وقال لي: إن شاء الله أنا برتب الاجتماع معاك ومع الشباب. بالصدفة حضرت اللجنة وكان هناك مناقشة لأيضا رسالة واردة من الأخ ديوان المحاسبة، يقول فيها أن ديوان المحاسبة انسحب من الإشراف على الصندوق. لما قعدنا ونسمع من الإخوان، للأسف شو يقول رئيس فريق المحاسبة؟ يقول: أنا صار لي 27 سنة في ديوان المحاسبة، أول مرة بحياتي أتعاون مع مدير بهذا المستوى وبهذه الأخلاق. والأخ رئيس اللجنة سيد عدنان أنت موجود، وكنت أتمنى أن الأخ وزير التجارة يقوم ويقول: لا، الحين بتصل فيه وأعطيه وألزمه أنه يجون ديوان المحاسبة. لكن للأسف الوزير قام يبرر وقام يدافع. وش قال؟ قال: أنا برفع الأمر لمجلس الوزراء. إيش دخل مجلس الوزراء بالموضوع؟ أنت الوزير المعني، أنت المسؤول عنه، أنت اللي تعطيه وتنزمه. لكن شو أقول أنا؟ المشكلة أن هذا المدير قبل لا يستلم هذا الموقع وين كان موجود؟ كان موجود رئيس المجلس الأعلى للتخصيص. شنو إنجازاته؟ إنجازاته صفر، لأن المجلس الأعلى للتخصيص ما زال معطل. لكن ما تدري من وراء هذا المدير، يا بوب براشوت ودوه إلى موقع أفضل. شو يقولون السكرتارية اللي عندنا باللجنة؟ وأنا أبي رئيس اللجنة يتكلم سيد عدنان. تقول المسؤولة اللي عندنا، تقول: اتصلت على رئيس الصندوق بكلمة، أبو أقول له إن الإخوان أعضاء مجلس ما يبونك. يرفض، يقول: لا لا، أنا ما أكلم السكرتارية. منو أنت؟ منو أنت اللي ما تكلم؟ إذا إحنا رئيس الوزراء نتصل فيه رد علينا، إذا الوزراء الموجودين نتصل فيه ردوا علينا. لذلك نبي نسمع رد شافي، وأنا أتمنى إن رئيس الوزراء ما دام موجود أبي يسمع من الشباب، يطلبهم ويقعد معاهم ويسمع. وفرصة كان أيضا موجود في نفس الجلسة كان الأخ كامل عوضي جاي عندنا، ونفس الموضوع كامل عوضي قال: نعم، أنا يوني مجموعة من الشباب، وأيضا رفض يقابلهم ويستجيب لطلباتهم. شلون راح يمشي الصندوق؟ شلون راح يمشي الصندوق؟ لذلك أتمنى أن يكون هناك موقف ضد هذا المدير.